صدر عن صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 19 لسنة 2023 بتعيين مدراء في المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية. جاء فيه: يعين في المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية كل من النقيب أحمد إبراهيم الهاشل مديرا لإدارة التحري والتحليل، النقيب يعقوب فريد المفتاح مديرا لإدارة الاتصال والتعاون الدولي، السيد محمد راشد النجم مديرا لإدارة التقييم والمتابعة.